وحول هذا الموضوع أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهني والخدمات الصحية أن السعر الموحد لقائمة الأدوية خليجيا يختلف قليلا بين كل دولة من دول مجلس التعاون، وذلك بحسب هامش الربح المسموح في كل دولة. هناك قرارات خليجية موحدة تصدر من قبل اللجنة المركزية لتسجيل وتسعير الأدوية. طبعا لما نتكلم على السعر الموحد احنا نقصد سعر الشحن والنقل والتأمين الى دول مجلس التعاون، يجب ان يكون موحدا ولا يختلف عطاءه لكل دولة. وهذه القائمة التي اتفق عليها دول مجلس التعاون شملت عدد من الأدوية اللي هي فيه الأدوية المصنعة من الشركات الأصلية، وبعد انتهاء الملكية الفكرية يبتدي تصنيع الدواء من قبل شركات أخرى مما نطلق عليه الدواء الجديد. أيضا يتم إعادة تسعير الشحن والنقل والتأمين تبعا. وفي مملكة البحرين حسب كل دواء ما تغيرت أسعاره، في أدوية راح تخفض بنسبة 7% وفي أدوية وصلت حتى إلى 50%، بالإضافة طبعا راح قليلا تختلف الأسعار بين دول مجلس التعاون، وذلك بحسب هامش الربح المسموح في كل دولة.